خطبة الجمعة الموحدة في عموم العراق بقلم سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا هو الاستعمار والاستكبار العالمي، هكذا هم الطغاة عبر مر التاريخ، هكذا هم مجرمو الحرب الذين نزعت منهم الرحمة والإنسانية، والذين استولى على قلوبهم وعقولهم الشيطان الرجيم فأغراهم وأغواهم، فظنوا أنهم يحسنون صنعا فتجلببوا بجلباب التكبر والعنجهية، فظنوا أنهم شعب الله المختار وأنهم القاضي والجلاد، فيحللون لأنفسهم فعل كل شيء من إراقة الدماء وقتل الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس، بل يتلذذون بذلك دون أدنى خجل أو وجل. نعم، إن الاستكبار والاستعمار قد بنى دولة على جثث الأبرياء وتدميرهم، فهم يريدون إطفاء نور الله، ويعبى الله يعبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ألا ترون كيف تتلاعب بعض الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا وبريطانيا بأرواح ومقدرات الدول الأفريقية وسرقتها؟ ألا تعلمون أن أمريكا ما قامت إلا على جثث ضحايا الهنود الحمر الذين قتلوا بالملايين، لا لذنب سوى أن أمريكا أرادت بناء إمبراطوريتها على حساب المظلومين؟ فإن لم يكن لإبادة الهنود الحمر من قبل جيوش الظالمين في أمريكا صور ومقاطع عبر مواقع التواصل، لأنه لم يكن في حينها موجودا، إلا أن الله يسمع ويرى ويعلم ما يخفون وما يعلنون، ولن يضيع عند الله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. واليوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع بعربه وعجمه وإسلامه ومسيحيته وبأديانه وإلحاده، يقوم الصهاينة الإرهابيون بأبشع الأفعال وأقدرها ضد الفلسطينيين بحجة محاربة المقاومة الفلسطينية التي لا تريد إلا استرداد كرامتها وأرضها التي اغتصبها الصهاينة قبل عشرات السنوات، فهي تريد بناء إمبراطوريتها على حساب دماء الأطفال والنساء وعلى حساب المستشفيات والكنائس ودور العبادة. فلا قانون دولي يمنعها من استعمال الأسلحة الممنوعة، ولا ضمير يمنعها من الإرهاب والتمعن والتلذذ بقتل الأبرياء، فتنعت من تشاء تارة بالإرهاب تارة، وتهدد أي دولة بكل حرية وبلا رادع تارة أخرى، كأنها الإله، بل هي الصنم الأكبر، وما هي إلا أرذل الخلق وعتفها. نعم، تريد محو غزة لتنعم تل أبيب بالسلامة والأمن والأمان، وأنى لها ذلك. تبيد شعبا كاملا من أجل حفنة لفيف قد تجمعوا إثر طردهم
لسوء خلقهم وتعالهم من هنا وهناك. ألا تسحقا للصهاينة الأنجاف الذين لا يرون إلا راحتهم واستقرارهم، وإن أدى ذلك إلى محو دول بأكملها من دون أن يرق لها جفن، ولا يراعون قانونا ولا إنسانية ولا دينا ولا ضميرا ولا مظاهرات شعبية رافضة لأفعالهم عمت العالم بأسره. فويل لكل أفاك أثيم عتل بعد ذلك زليم، أن كان ذا مال وبنين فما هم إلا جند هنالك مهزوم. فما أغنت عن عاد وثمود وأصحاب الرس ولا فرعون جندهم ولا أموالهم من الله شيئا. فالظالمون اليوم في ضلال مبين، فسيأتيهم يوم الحسرة وهم في غفلة وهم لا يشعرون. فالله وعباده المؤمنون من سيرثون الأرض ومن عليها، وهم الغالبون لا محالة. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وسيأتي الله بقوم أهلكتموهم بظلم وإرهاب فينتقمون من الظالمين أشد انتقام. فيوم الظالم أشد من يوم المظلوم. والله على ما أقول شهيد. وستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله الواحد القهار. وحسبي الله ونعم الوكيل. وغزة لن تباك والمقاومة لن تهان، والله على نصرهم لقدير. هم والذين أخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأدخلنهم جنات ذلك وعد غير مكذوب. فالله مولى المؤمنين، والكافرين لا مولى لهم. وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد الصهاينة الإرهابيين إلا خسارا. مقتدى الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العلي العظيم.